أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Kıymetli ve değerli kardeşlerim, insanoğlu bu dünyaya bir yolcu olarak gönderilmiştir, bir misafirdir. Misafirlik süresi, Allah'ın takdir ettiği süre ne kadarsa dünyada o kadar hayat sürecektir. Bu dünyada ahiret için, ebedi mutluluğu için kişi ne yaptıysa orada onu bulacaktır. Kıymetli ve değerli kardeşlerim, ebedi alemin başlangıcı berzah alemine kardeşimizi uğurlayacağız. Bilgehan kardeşimizi dünya hayatında nasıl bilirdiniz? Allah rahmet eylesin. Haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Rabbim hüsnü şehadetinizi kabul eylesin. Amin. Bu Arefe günü hürmetine, Arafat'ta yapılan dualar hürmetine kardeşimizin hatasını, kusurunu affeylesin. Amin. Seyyiatını iyiliklere, güzelliklere Amin. Tebdil eylesin. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, er kişi niyetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Merhumun ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Aynı kadro.
Hüseyin yukarı git şöyle. الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل كتبه وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وفي الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إلهي يا رب العالمين وقدوم السوري جليل درجاه عزتنا قبول إلى حاصل olan sevabı evvelen bizzat fahri kainat Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna hediye edip sen ulaştır ya Rabbi. Peygamberlerin, sahabe-i kiramın, tabi'in, tebe-i tabi'inin, aşere-i mübeşşerenin de ruhlarını hediye edip sen haberdar eyle ya Rabbi alemin. Ya Rabbi alemin okuduklarımızdan hasıl olan sevabı bu kabristanda ve civar kabristanda yatan ve duamıza amin diyen kardeşlerimizin de bir cümle geçmişlerini hediye edip sen ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbi alemin bilhassa okuduğumuz sure-i cellelerden hasıl olan sevabı az önce huzuruna tevdi eylediğimiz kardeşimizin de ruhunu hediye edip sen ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbi alemin okunan bu Kur'an hürmetine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, Arefe günü hürmetine, bu merhumun günahlarını affeyle, seyyiatını hasenata tebdil eyle, makamını ali, mekanını cennet eyle ya Rabbi. Seyyiatını hasenata tebdil eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bu kardeşimizin kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle, cehennem çukurlarından bir çukur eyleme Allah'ım. Ya Rabbi, bu kardeşimizin kabrindeki meleklerin sorularına en güzel şekilde cevap verebilmeyi sen ona nasip eyle. Ya Rabbi bizler de bu hal ile hallenmeden önce senin rızana muvafık olarak senden sen bizden razı olacağın bir şekilde ömür yaşayabilmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbel Alemin yapmış olduğumuz dualarımızı
Arafat'ta ve Müzdelife'de yapılan duaların dualara da ilhak eyle, kabul eyle ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbil İzzet.